بسم الله والحمد لله والله أكبر. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، موته ضامن هو وجماعته ضامنين مش يرجعوا أحياء. تكون قال كمنافق مش فك المناسبة هذيك تاكلها، موت لا قبل لك بردها. أعمل، ما هو الموت قد تأتي كما تقول فجعيا، لا مور بي معناها اللي سون زونتيسيدو سون سيني الارمو، يعني يجيك فجأة، المور سبيت يقولوا في الطب، مور سبيت. ذكرها لي وابحث عنها، يعني كنت عم روحك مسلم وناسي الموت اللي قد تأتيك بغتة بغتة. قال شنو؟ قال تسد عرق مخه ولا تسد عرق من الشرايين التاجية في قلبه. هذا فما واحد يقول أنا ما نكونش لا تعرض لهذه أنواع من الموت، لا والله. ولهذا نقول لكم راجعوا راس نفسكم، راه ما كانش اسلام صحيح. لو كان اسلام صحيح ما كنت تصابوا بالبلا اليوم تعانوا فيه اليوم، ما كنت وقت بورقيبه يحيى بورقيبه المجاهد الاكبر وكذا، راه قلت لي اكل مش بقولكم شويه من الاسرار البورقيبيه، راه تقولوا هذا يهدي، مش يقول بالصحيح. لم يحدث لنا ان رينا ما بورقيبه ولا ما بن علي اللي يخبط من بورقيبة وتحس حال منه. الله أعلم تابوا ولا ما تابوش قبل ما تفجأهم الموت. على كل حال، ما أنا الجماعة هذه البورقيبيين والعلويين من نوع هذا، مش علويين تاع الشيعة، من نوع هذا العياذ بالله. هم أفسدوا البلاد وخلاوها اليوم مش على ركبتيها، على كما تقول انت نار موقدة. اللي هذا خايف من الموت، اللي هذا خايف من الفقر، وهذا خايف من المجاعة، وهذا زيادة إجرام. تو ما عادش لازم تحصر الميكانيك ولا الآلة الأمنية، ما لازمش تحصر 100%. الله يبارك لهم، والحمد لله تعالى في معظمهم قاعدين كما تقول انت بروفيسيونال، يتقنوا مهنتهم، ومش مهنة سهلة، لا من نعمة كبيرة. واليوم فقدتوها، ليش فقدتوها؟ قدر ما كنتش باين مع ربي، يغلب في ياكل فيكم النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، والعياذ بالله والسلام على أهل الإسلام.